السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم غريبة اللوز أولا الملوزة، يعني نزولا عن طلب العديد من الأخوات اللي كانوا طلبوها لي. كنعتذر بزاف على التأخير، كتجي لذيذة بزاف وناجحة 100%. فابقوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. نحتاجو في المكونات 500 غرام ديال اللوز أولا نص كيلو ديال اللوز، يكون بلدي من الأحسن. كنوضعوه في واحد الماء مغليني، الطريقه فيه اللي ذكرها لكم من قبل، غير كتطلع عليه الغليه فقط، ما كنخليوهش يتسلق باش ما كيكحلش. كنطفيو عليه ونغطيوه ونخليوه من 3 دقائق حتى 5 دقائق. كنبردوه بالماء بارد وكنفركوه، يعني كنحيدو القشره ديالو ونعاودو نغسلوه ونخليوه ليله كامله في واحد المنديل حتى كينشف بشكل جيد. ثم كنطحنوه مع 250 غرام ديال السكر سنيده. كنطحنوه المره الاولى بلا سكر والمره الثانيه كنطحنوه بالسكر. غنحتاجو كذلك لواحد الخميره كيماويه 8 غرام، خميره الحلويات، وسكر كلاصي او السكر الثقيل يكون نوعيه ممتازه، يعني سبيسيال اللي بالثمن ديالو كنظن بين 12 درهم حتى 13 درهم. البيض كيبقى على حسب الخليط بين 2 و3، واحد ملعقه كبيره ديال الدقيق الابيض، القليل من المسكه الحره ولا الميستيكا مدقوقه مع القليل من السكر، 2 ملاعق كبيره ديال المربى اولا الجليكوز، ومن الاحسن الا كان الجليكوز دير واحد ملعقه ديال الجليكوز، كتحافظ على الغريبه مده طويله ما كتيبس ليناش. انا ما توفر لياش، درت غير المربى. قشره ديال حامضه محكوكه، واحد المعلقة فقط، ملعقة كبيرة ديال ماء الزهر، وجوج ملاعق كبيرة ديال الزبدة اللي مدوبينها. فواحد الكسعة كنضيفو العقدة ديال اللوز دي مطحونة، ثم كنضيفو ليها المكونات الأخرى، ملعقة ديال ماء الزهر، ثم 2 ملاعق كبيرة ديال المربى. وكيف قلت لكم إلا توفر الجليكوز ديروا ملعقة جليكوز بدون مربى، يعني كتبقى هي كتحافظنا على الرطوبة الرطوبية ديال الغريبة ما كتنشفش دغيا. كنضيف 2 معالق الزبدة مدوبة، ثم ملعقة ديال الدقيق، مبشور ديال الحامضة، ثم المسكة الحرة. إلا ما توفرتش يعني هي ضرورية، المذاق ديالها مهم جدا، ضيفوا الفاني، ثم خميره كيماويه واحده فقط، ما نكتلوش باش ما تشقق ليناش بزاف. نحاول نخلطوها مع داك الدقيق، نخلطوا المقادير كلها، عاد نضيفوا البيض باش نعرفوا شحال غنحتاجوا بالضبط. نقدروا نحتاجوا 2 بيضات او اقل او اكثر على حساب النوعيه ديال اللوز، واش ميدم يعني واش كيطلق ليدام. الا كان ميدم فما يحتاج ليناش بزاف، ما تجهلش لينا في يدينا وما تنجحش معانا الغريبه. لذا نخلطوا المكونات اولا ثم عاد نضيف البيض. صافي من معكسها مزيان. دابا في الاول نضيف بيضه واحده واصفر بيضه واحده فقط، يعني نديروا بيضه كامله واصفر بيضه حتى نشوف ونتاكد بانني ما خاصنيش. عاد نضيف الابيض للبيض الاخر، يعني ما تكثروش البيض من الاول باش ما تلقاوش مشكل. ولا حتى كثرتوا البيض وجاتكم العقده جاريه ضيفوا القليل من الدقيق، هي يعني خصها تكون جاريه باش ما كتستحليناش في الفرن. غنحاول نجمع العجين ديالي بهذا الشكل هذا ونعاود ندير لكم مره اخرى. واللي بغى تفند الوجه ديال الحلوه فهداك الابيض البيض استعملوا، هو اللي يعني تدوز فيه الغريبه وعاد دوزوه في لوزي فيلي. كنظن ما محتاجاش نضيف البيض، يعني هذا الابيض البيض صافي ما غاديش نزيدو، غادي نمعكها مره اخرى ونخليها ترتاح تقريبا ربع ساعة، يعني 15 دقيقة حتى كنحس بها. زاد تجمعات عاد نبداو نشكلوه، ترتاح العقدة واحد 15 دقيقة كما كتلاحظوا. كنزيد تجمع، إلا ما كان عندكم جارية بزاف زيدوا الدقيق، لأن إلا جات بزاف غادي تسيح لكم في الطياب، ما غاتجيكمش واقفة الغريبة. لذا ضيفوا البيض غير شويه بشويه، ولا ساحت يعني اضطريتو فزيدوا واحد المعلقه ولا 2 معالق ديال الدقيق الابيض. كنشكل كويرات الحجم اختياري تقريبا بين 18 حتى 20 غرام. كنوضعها مباشره سكر كلاصي سبيسيال، كناكد سبيسيال ماشي العادي باش كتنجح معنا غريبه. كنكورها يعني وكندورها كامله، وكنحاول نهز واحد شويه في يدي ونضغط بجوج ديال الصبعان بهذا الشكل شويه باش ما تبقاش مكوره في 100%.
ونوضحها. انا ندير واحد الحبات قليله هي باش نوري للمبتدئات يجربوا حبات باش ما تضيع ليهمش هنا اللوز غالي، باش تعينا غريبه ديال اللوز كتجي شويه صعيبه. اذا جربوا في واحد جوج حبات او لا وشوفوا، الا صحت لكم عرفوها راها جاريه، الا ما تشقاتش عرفوا الخميره عندكم يعني ما مزياناش وما كديرش المفعول ديالها، غادي ديروا خميره اخرى. صافي كما كتلاحظوا معايا هي ناجحه 100%، تشقات وطلحات كمل طياب هاد الحبات. وغنستمر نقسم الفران حتى للاخير ونخليه مازال يبقى سخون، لان كل ما دخلت في الفران كان سخون بزاف غادي تشقق بسرعه. من بعد عاد نوريكم الطريقه الصحيحه للطهي. صافي كنستمر كنشكل كرات بزاف وكنوضحهم في الغري في اعتذر في السكر كلاصي سبيسيال. من الاحسن كنديروا كميه كتكون السكر كلاصي عندنا كتير، عاد من بعد نفندهم بعد ما كنغسل يديا باش ما كنحتاجوش نديروا الماء الزهر. الماء الزهر ما كيخليش كيخلي داك السكر كيدوب اولا وما كيساعدهاش انها تشقق، لذا ما تحتاجوا حتى شي حاجه غير من تنتهيو وصلوا يديكم مسحوها وعاد دوزوا في السكر كلاصي. كما لاحظتوا معايا ضروري كنضغطوا شويه من الفوق وشويه من التحت باش ما كيبقاش الشكل ديالها دائري، وحتى انها كتساعدنا بتشقق اكثر. كنصفوهم من بعد واحد شويه ان مازال غادي يضعف الحجم ديالهم غير شويه ماشي بزاف. فواحد الصفيحه من الاحسن تكون مفرشه بورق ديال الطبخ. الفران راه مازال سخون، اللي ما غاديش تسي يعني اللي عندها خبره وعارفه كيفاش كتكون العجينه، ف تتبدا كتشكل على هذا الشكل هذا. عاد شعلو ضروري يكون ساخن مزيان عاد باش ندخلي ليه اللاطة ديال الفرن. صافي مي كنتاهي كما كتلاحظوا كندير واحده حده وحده بهذا الشكل. غادي ندخلها الفران اللي مسخن من قبل على درجه الحراره تكون طالعه. مي كندخل كنقص مزيان باش ما تخطف ليناش وتحرق السكر كلاصي، خاص يكون سخون وفي نفس الوقت نقصوا عليه. كنأكد والعافية في الأول تكون فوق منه كما كتلاحظوا معايا، وقليلة حتى كنشوف الغريبة ديالي تشقات، عاد كنطلعها الفوق ونطلعوها غير بشوية، ما نحاولوش نزدحو اللاطة ديالنا ولا الصفيحة ديال الفرن، غير بشوية نهزوها ونوضعوها باش داك السكر ما كيعمر ليناش دوك الشقاق، وحتى إلا كانت ماشا دارت راسها مزيان ما كتهبطش. صافي ونخليوها تكمل الطياب، ما كتاخذش معنا وقت طويل بزاف، تشد راسها فقط، الا فوتنا فيها الطياب فكتقصح بسرعه، لذا غير تشد راسها. نحيدوا اللاطاغي بالمهل ونوضعوها ونخليوها تبرد بشكل جيد، عاد نهزوها كتجي رائعه جدا ناجحه 100%. المذاق زوين بزاف، الخليط بين الحامض والمسكه الحره كيجي فيها لذيذ لذيذ بزاف. بالنسبه للمسكه الحره فكنعتذر ما ذكرتش العدد ديال الحبات، تقريبا ثلاثة، نطقوهم مع قليل من السكر ونضيفوها. كنتمنى تتبعوا النصائح كما هي باش نجح معكم الوصفه. الطريقه ديال الطهي فهي مهمه، ضروري نطيبوه بشكل صحيح. نجربوا دوك جوج حبات بالنسبه للمبتدئات لان قدروا يجريو العجينه وتسح ليهم في الطياب، لذا نجربوا طبعا نجربوه والفران يكون مسخن بشكل جيد، ونقصوا على الاخير ونديروا هذوك جوج حبات من تحت النار فوق منهم حتى يتشقوا ونطلعوهم. الا شتناهم هما هذوك صافي، شتناها ساحت نزيدو الدقيق، شتناها ما تشقاتش نزيدو الخميره الكيماوي يعني خميره الحلويات، وما نضيفوش بكميه كثيره، الا كانت كثيره غتشق لنا عاوتاني كثر من الجهد وغادي تحل، وما نطيبوهاش بزاف. يعني هذه النصائح كنعاود نكررها غير التذكير فقط، الطياب ما خصوش يكون كثير باش كتبقى لينا طريه ولذيذه، ما تجيناش قاصحه وتقصح لينا بسرعه. واللوز وكأكيد يكون لوز بلدي، ولا كان ميدم ما تكتروش البيض. وبالنسبه للسكر كلاصي يكون سبيسيال، يعني اللي كيكون في العلب كيتباع في الكيس البلاستيكي وتيكون رطب بزاف، واصلا هما تيديروا معاه نشا باش كينشح بحال هاد الحوايج اللي كيتشقوا. قضية الاحتفاظ في الغريبه كامله بانواعها اللي كتكون كتفند في السكر الثقيل، من الاحسن ما توضعش في المجمد، لان فايت اللي جربتها مرارا وتكرارا كتبرد كتفزق هذيك السكر كلاصي من الفوق. مي كنجبدوها ديكونجولا، يعني حتى كنجبدوها ديكونجولا في المجمد راه كتبان لنا هي هذيك، مي كنجبدوها ديكونجولا بحال اللي كيهبط عليه داك الندى والسكر ما كيبقاش شاد الشكل ديالو اللي كنبغيوه طبعا في الغريبه. لذا من الاحسن نحتفظوا فيها واحد العلبه
حتى كتكون برد تماما، عاد كنوضعوها وتكون مغلفه بالبابي الومنيوم باش كتبقى شاده لنا الرطوبيه ديالها. نوضعوا واحد القطعه ديال السكر اولا قشره ديال البرتقاله، نغلقوا بشكل جيد ونخليوها في واحد المكان اللي ما يكونش ساخن جدا، صافي كتبقى مزيانه. كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هاد الغريبه، تشاركوها مع الاصدقاء وتشجعوني باللايكات والتعليقات باش نستمر. وشكرا جزيلا على المتابعه والى اللقاء، مع السلامه.